فجأة هذه كنلاحظوا طريقة أو تدخل آليات السلطات في هذه المنازل اللي تم الإخلاء ديالها تقريبا خلال هذا الأسبوع هذا. هذا الأمر هذا كيتصادف وكيتزامن مع 17 أكتوبر مع اليوم العالمي للفقر. كذلك كتزامن مع هذه الآليات اللي كتهدم الآن في هذه اللحظة هذه البيوت والمنازل تاع الناس الفقراء. 35 سنة من تعثر مشروع محج الملكي، 35 سنة من الفساد، 35 سنة من سوء تدبير، 35 سنة من سوء تسيير هذا المشروع تاع المحج الملكي، 35 سنة من الابتزاز، 35 سنة من الاختلاسات. اليوم المواطن البيضاوي من ساكنة الدار البيضاء المدينة القديمة كيخلص وكيأدي الثمن تاع التعثرات هذه وتساعد الاختلالات اللي عرفها المشروع طيلة 35 سنة. حاليا تم إخلاء هاد السكان هادو في الظرفية اللي هي ظرفية غير مناسبة على الإطلاق، بحيث أن جميع السكان هنا سجلوا الأبناء ديالهم في الدراسة والآن مضطرين باش يعاودوا يخرجوهم يسحبوهم من المدارس ديالهم ويقلبوا على مدارس جديدة ويعاودوا إعادة التسجيل ديالهم في هاد المدارس هذه. الآن في هذه اللحظات هذه بالضبط كنلاحظوا بأننا في إطار في واحد الإطار اللي كنشتغل فيه الساكنة غير صحي، منازل عائلات مشردة مازال ما عطاوهمش كما وعدتنا السيدة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، وعدتنا في خلال جلسات الاجتماع ديالنا معها بأن عملية إخلاء المنازل ستكون من دار لدار. بهذا المعنى يعني المواطن غادي يخرج من الدار وغادي يمشي مباشره للبيت ديالو، غادي يسلم المفاتيح تاع البيت ديالو. اليوم كنتفاجئوا بان هذا الشيء ما كاينش، المنازل ما كايناش، او انه كيعطيك واحد المنزل اللي بعيد عليك في مدينه اخرى، مدينه المحمديه. اذ لا يعقل ان المواطن اللي كان سنين هذه طيله واحد 20 عام 30 سنه ولا 40 سنه كان كيشتغل قرب المنزل ديالو، المصدر تاع العيش ديالو كيتواجد قرب المنزل ديالو، الان خاصو يضطر يمشي حتى للمحمديه باش يسكن تما فينا، وخاصو يدير دائما لانافيت باش يبغي دائما يوميا بشكل يومي يطلع ويهبط. وهذا بحق ليس حل واقعي وماشي حل حقيقي. الامكانات اللي كان ممكن نتكلموا فيها في هذه اللحظه هذه وهو علاش بالضبط هذه اللحظه هذه اللي تم اخلاء ديالها بهذا الشكل هذا تاع المواطن بهذا الشكل هذا. المطلوب المفروض من السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار الظرفية والوضعية تاع الساكنة، تأخذ عندهم ناس عندهم عائلات، عندهم ناس مراد، عندهم وليدات، عندهم ناس اللي عجزة، كاينين الناس عندهم أطفال اللي كان ممكن تلقى واحد الحل بديل وحقيقي لضمان السلامة والصحة ديال هذه العملية هذه. إلا أن الأصل في الحقيقة شنو هي الأصل في هذا الشيء كامل هو الإنسان. فإلا ما اهتميناش بالإنسان، إلا ما اهتمش بالمواطن بالدرجة الأولى، فراه لا قيمة لشيء آخر بعد الإنسان. راه مؤخرا المغرب شهد واحد الشوهة ديال الهجرة الجماعية تاع الشباب اللي حاولوا عبر قوارب تاعت الموت أنهم يخويوا هذه البلاد هذه. فاليوم كان كذلك كنبينوا لهم بأن الأفق ديالهم غادي يبقى مظلم، أفق ما فيش الأمل، ولو بسيط تاع الأمل هاد الشباب هادو راه ما كاينش. كنقولوا لهم بهذه الطريقة باش كنخويوا لهم البيوت ديالهم وكنهدموها عليهم وما كنبدلوش لهم شروط بدائل واقعيه، وما كنوفروش لهم مناصب تاع الشغل وفرص تاع الشغل متساويه، وما كنعطيهمش فرص اللي مناسبه باش يحقوا الدوات ديالهم. فاكيد غادي نعرفوا شي خطوه اخرى اللي غادي تكون شبيهه بالعمل اللي داروا، عمل تاع الهجره الجماعيه، ما عرفناش اش غادي يكون من بعد. المرجو من الاخوان ديالنا في السلطات الناس المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه الظرفيه اللي كنعيشوا فيها هنايا. الا كان عندهم شي انسداد في الافق ديالهم السياسي والاجتماعي وما عندهمش حلول بديله باش يحلوا المسائل هذه، وما عندهمش مقترحات فعليه وحقيقيه، ولا ما كانش عندهم نوايا حسنه واراده حقيقيه باش ينجزوا هذا المشروع هذا بدون ما يلحقوا اضرار جسميه واضرار نفسيه واضرار ماديه بالساكنه، فراه هذه مسائل خطيره.
نتمنى من الاخوان ديالنا الله يرحمهم خذوا بعين الاعتبار الساكنه والوضعيه ديالتهم ويصوبوا الملفات العالقه. راه الشيء راه خطير خطير خطير، يهدد السلم والامن الاجتماعي ديال ساكنه الدار البيضاء.